ونختم هذه النشرة بأبي الفنون المسرح الذي تطور وتفرع في أشكاله التعبيرية التي من بينها المسرح المتنقل، هو فرجة تمزج بين العرض المسرحي وعرض السيرك وفن الباركور. بالدار البيضاء فرقة المسرح المتنقل قدمت عرضها الجديد طرف ديال الخبز. روبورتاج عمر أجراري وعبد الرحيم بوحديوي. في لوحة تمزج بين المسرح والسيرك وفن الباركور، قدمت مجموعة مسرح الروحة لأمس عرضا استقطب جمهورا عارضا إلى المجازر القديمة للبيضاء لمشاهدة هذا النوع الجديد من العروض والذي اختير له عنوان طرف الخبز. هاد سبيكتاكل هو خليط ما بين الفن ديال الباركور لارت دو ديبلاسمون ديال المسرح وديال السيرك، وطبيعة الحال في رسائل في يعني احاسيس لموجهه للجمهور. العرض يجسد من خلاله كل عضو من اعضاء المجموعه مهنه من المهن الشاقه، حيث يسرد واقع الطبقه العامله بلغه التعبير بالجسد والحركه. السبيكتاكل كيبين المعاناه ديال الناس اللي تيخدموا في المعامل، اللي كيخدموا في ظروف اللي ماشي مزيانه، وهذيك وكنحاولوا ان عن طريق الباركور ولا الدري اللي معنا اللي كيديروا السيرك وهذه يعني نوصلوا هذه الرساله للمعاناه ديال هاد الناس. هذا النوع الجديد ديال المسرح اللي فيه بالحركه اكثر، كنوظفوا الحركات اللي كنا نترينوا عليهم في الباركور بحال الجيمناستيك وباركور لارت دو ديبلاسمون، والسيرك غنوصلوا بهم واحد الميساج اللي هو ديال المسرحيه. خلال 20 دقيقة الجمهور مدعو لاكتشاف هذا الصنف الجديد من العروض الفنية. مسرح الرحلة يُنظم بموازاة العروض ورشات في فن التنقل أو الباركور.